أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم لتسليط الضوء على عدد من الملفات في الشأن السوري. وفي ملفنا الأول، قوات سوريا الديمقراطية تتحدث عن بوادر إيجابية في إطار المفاوضات المستمرة مع دمشق. وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية فإن ذلك يحتاج لدعم دولي، فما هي التفاصيل؟ وفي دير الزور، وبعد تمكنها من تحرير بلدة هجين، المرصد السوري يقول بأن قوات سوريا الديمقراطية حررت بلدة الشعفة. وأيضا في حديث اليوم، ماذا يحضر للمنطقة منزوعة السلاح بعد تمكن النصرة من الهيمنة على كامل إدلب وريف حلب الغربي؟ ولما الصمت التركي حيال مهاجمة النصرة ما يسمى الجيش الوطني المدعوم تركيا؟ أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل أنه لابد من استمرار المباحثات مع دمشق بغية التوصل إلى حل بشأن مستقبل الإدارة الذاتية، مؤكدا أن مناطق الإدارة هي جزء من سوريا. في ظل مسعى الإدارة الذاتية الديمقراطية للوصول إلى اتفاق سياسي مع دمشق بواسطة روسية، بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة، أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل خلال مقابلة مع وكالة فرانس بريس باستمرار مفاوضات مع دمشق بغية التوصل إلى حل سياسي بشأن مناطق الإدارة الذاتية باعتبارها جزء من سوريا. وأشار خليل إلى أن المفاوضات مستمرة مع دمشق للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة شؤون مدينة منبج، مضيفا أنه في حال التوصل إلى حل واقعي يحفظ حقوق أهلها فبإمكانهم تعميم تجربة منبج على باقي المناطق شرق الفرات. وأكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية وجود بوادر إيجابية في هذه المفاوضات، لكن الأمور ما زالت بحاجة إلى ترتيبات معينة تتعلق بكيفية الحكم في هذه المناطق. وأشار إلى أن هناك نقاط خلاف بين قسد ودمشق، مضيفا أن تلك الخلافات تحتاج إلى مفاوضات بدعم دولي لتسهيل التوصل إلى حلول مشتركة. وأكد خليل على أن الكرد يرفضون الانسحاب من مناطقهم، مشيرا إلى أنه ربما تتغير مهام هذه القوات ويجب أن يكون لها موقع دستوري. ورحب القيادي في قسد بإمكان أن تلعب روسيا دور الدولة الضامنة كونها دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي في سوريا. وكان مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية بدران تشياكورد قال بأن مسؤولين في الإدارة يسعون إلى الوصول لاتفاق مع دمشق بواسطة روسية، مضيفا بأنهم عرضوا خارطة الطريق للاتفاق مع الأخيرة. مرحبا بكم من جديد، وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا رئيس المركز الكردي للدراسات نواف خليل. أستاذ نواف، بعد التحية والسلام، بين الحين والآخر نسمع عن لقاءات ومفاوضات تجري بين الإدارة ودمشق لكن دون رؤية حلول أو نتائج عملية. في تطورات هذا الموضوع، قيادي في قسد يقول بأن هناك بوادر إيجابية في المفاوضات، وفيما يتعلق بالخلافات هذا الأمر يحتاج وساطة دولية. هل بالإمكان أن تعطينا تفاصيل أكثر؟ أستاذ نواف؟ أستاذ نواف، هل تسمعني؟ أستاذ نواف؟ أسمعك بشكل جيد، مساء الخير. مساء الورد، يا هلا. الصوت لم يكن يصل في البداية، تفضل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. قلت يعني أعتقد المسألة يعني الأوضاع الداخلية في سوريا معقدة كثيرا نتيجة تداخل القوى الأقليمية والدولية والكباش الحاصل إذا جاز التعبير بين تلك القوى، ولهذا ليس من السهل أن نرى نتائج سريعة كما نتمنى جميعا. يعني هناك بون شاسع بين ما نتمناه وبين ما يمكن أن نحصل عليه أو يحصل عليه السوريين عموما، خاصة في المنطقة الأكثر أمانا، وأقصد منطقة الشمال الشرقي من سوريا التي يعني على بعد خطوات قليلة لسحق داعش على الصعيد الجغرافي وليس على الصعيد البنية أو الإمكانيات التي لا تزال تملكها وخطورة ما تملكه هذه المجموعة. بالنسبة للوضع، يعني أنا أسوق لك مثالا في هذه البلاد التي نعيش فيها، وأقصد ألمانيا وتحديدا في هذه المحافظة، نعم، محافظة شمال الراين أي ويستفاليا،
جرت قبل 400 عام حرب طاحنه بين البروتستانت والكاثوليك، استمرت لمده 30 عاما، اكلت جاءت على الاخضر واليابس كما يقال. تلك الحرب التي نتجت عنها اتفاقيه ويسفاليا، التي يقال انها جاءت انعكاسا للواقع وليس بوصفها تبصرا اخلاقيا كما ذهب هنري كيسنجر في كتابه الاخير. اعتقد البحث عن الحلول التي ممكن الوصول اليها بدي من خلال الجلوس على طاوله واحده وتقديم التنازلات الممكنه، يعني ليس من الممكن ان يفكر النظام في دمشق ان يحكم كما كان في 2011 يعني او قبل 2011. وحينما يقول البعض ذلك ينسى ان النظام نفسه اجرى وان لم يكن بشكل حقيقي او جذري او عملي تغييرا طال المده التي كانت تقول ان حزب البعث يقود دوله والمجتمع. الماده الثامنه نعم، يعني التغييرات المرجوه بعد انهار الدماء التي جرت تحتاج الى جراه، وجراه كبيره في كل تجارب العالم، يعني في الحرب الفرنسيه الجزائريه، في الفيتناميه الامريكيه، الحروب الداخليه، في كل المفاوضات حينما يجلس طرفين على الطاوله يعني يبحثان عن افضل الحلول الممكنه والتنازلات المعقوله والمقبوله التي يمكن ان تفضي الى ربما شيء افضل وجديد. يعني كيف يمكن ان تكون سوريا كما كانت 2011؟ هذا غير ممكن ربما، ومن الطبيعي اذا تم التوافق ايضا لن تكون الامور كما هي الان. يعني كل مفاصل الاداره في شمال سوريا تدار من قبل اداره ذاتيه تشرف على كل المفاصل. سيكون هناك توصل نوع من الاتفاق الذي يعني كما قال السيد بدران تشياكورت، هناك يعني ما يمكن ان نقول انه بوادر ايجابيه من الجانب الروسي. اذا كان الروس جادون حقا في ذلك اعتقد بامكانهم التوصل الى توافق مع النظام. اما بالنسبه للاداره الذاتيه الديمقراطيه فاعتقد قرار التفاوض لم يكن مرده القرار الترامبي الشهير الذي لا احد يعرف كيف يمكن ان يتم، واخرها اليوم الرئيس الامريكي يقول لم اقل اننا سننسحب سريعا من سوريا. نعم، طيب سيد نواف، كي نفهم اكثر والساده المشاهدين، ما هي نقاط التوافق بين الاداره ودمشق بحسب اطلاعكم، وما هي نقاط الخلاف؟ اعود الى هذه البلاد، يعني هناك تجارب ثريه يمكن ان يستفاد منها، كما قلت اتفاقيه ويسفاليا التي وضعت حربا لحرب 30 عاما، وهي الحرب التي اودت بحياه 7 مليون الماني، وهي لم تكن بين الشيعه والسنه، البعض يتصور فقط الحروب جرت بين السنه والشيعه، هنا في هذه البلاد الحرب كانت بين البروستانت والكاثوليك، وقتل ومات فيها جراء تلك الحرب 7 مليون الماني، وللمفارقه الكبيره كان عدد الالمان انذاك 23 مليون، اي نفس عدد السوريين حينما بدات الاحداث والتطورات في سوريا. كيف يمكن ان تكون؟ بالتاكيد يعني هذه التجارب كما قلت يمكن ان تكون مفيده، ومفيده جدا. الان في كل ولايه المانيه هناك برلمان للولايه، هناك مجلس وزراء الولايه، اكبر الولايات التي نعيش فيها والتي يعيش فيها ايضا ما يقارب 20 مليون شخص، واصغرها ربما بريمن تتمتع بنفس الصلاحيات. يمتلكون الحق في اصدار القرارات الخاصه بولايتهم، لكن هناك المركز الذي يدير السياسه الخارجيه ويدير السياسه الخارجيه والدفاعيه، وبالتاكيد يجب ان لا تكون القرارات التي تصدر عن الولايات الفيدرالية. هذا واضح سيد نواف، هذا واضح في الحقيقه. انت تلمح يعني لموضوع الحكم الذاتي هنا، يعني هل تلقيتم اي ضمانات حول هذا الموضوع؟ انا اتحدث عما يمكن ان تكون عليه. سوريا تختلف عن المانيا، تختلف عن بلجيكا الفيدراليه وعن سويسرا التي يعني بدا نظام الكانتونات فيها قبل 400 عام. انا اقول يمكن البحث عن يعني كل هذه التجارب للوصول الى شكل جديد يناسب الحاله السوريه الان بعد 8 أعوام من الحرب الطاحنه، وبعد انهار من الدماء الغزيره التي جرت. السوريين عموما يستحقون بالتاكيد حياه افضل، وبالتاكيد لا يمكن قبول نظام الحكم السابق الذي الاستبداد السابق الذي كان ولا يزال يضيق الخناق على كل شيء في البلد، يعني لم يكن فقط يدير الدوله والمجتمع، انما اجهزه قمعيه
آن لها أن يوضع لها حد. لا يمكن استمرار حكم البلاد كما كان قبل 8 عوام. أما بالنسبة للاسم، أعتقد يعني القضية تتعلق بجوهر المسألة. هناك قضية شعب، القضية الكردية، هذه القضية صعب جدا أن تحل من خلال مقاربة قديمة مستندة على فكر القومي البعثي، رغم أن هذه الدول التي نعيش فيها أيضا دول الاتحاد الأوروبي خاضت حروب طاحنة تحت مسمى أو شعار تحديد حدود دولة الأمة. دولتي الأمة هنا في أوروبا، فرنسا وألمانيا، يعني خاضوا حروب وقتلوا الملايين من بعضهم البعض خلال تلك الحروب، لكنهم الآن يعني يشكلان العمود الفقري بالنسبة للاتحاد الأوروبي. دفعوا دماء غزيرة لوضع خارطة دولة الأمة، والآن يدفعون المليارات لإزالة تلك الخارطة وضم دول جديدة كي تكون الاتحاد الأوروبي أقوى وأكثر. أنا أسوق هذه الأمثلة كما قلت كي للعبرة والاستفادة. ملامح المرحلة الجديدة لم تتضح البعض، يعني السيد ريدور خليل يقول هناك بوادر إيجابية، نتمنى أن يعني يتم البحث عن ما هو مشترك أكثر، وكما قال يعني ربما نتفق على شكل سوريا لكننا لا نختلف على سوريا الواحدة التي يمكن أن يعني نضع لها خريطة الطريق للخروج من حالة الجحيم التي يعني حالة الجحيم التي تعيشها هذه البلاد، كما وصف أحد كبريات مراكز الاستراتيجية البريطانية وأقصد مركز تشاتام هاوس. نعم، طيب سيد نواف، إن كان لديكم تفاصيل بالإمكان أن تشاركونا فيها حول الدور الروسي في هذا السياق، يعني تم التطرق لموضوع أن من الممكن أن تلعب روسيا دور فعال في هذا الموضوع، يعني هل لديكم اطلاع حول أي ردود فعل روسية حتى الآن من هذا الموضوع؟ أعتقد روسيا أصابت الذاكرة الجماعية الكردية بجرح يعني صعب أن يندمل، لكن ربما دورها الجديد الذي إذا كان إيجابيا يمكن أن يساعد على إعادة ترتيب العلاقة على الصعيد النفسي والعملي. الإدارة السياسية والعسكرية لم تقطع العلاقة مع الروس، رغم أن التواطؤ الروسي أدى إلى الاحتلال والتراجيديا الكبيرة في عفرين التي لا تزال في صورة مستمرة مؤلمة ومؤلمة جدا يعني. لكن ما قاله المسؤولون الكرد مسؤولي الإدارة الذاتية من أن خارطة الطريق التي قاموا بتقديمها للجانب الروسي لاقت قبولا، وأن الجانب الروسي أيضا أعرب عن استعداده للعب دور في هذا الصدد. الخارطة تتضمن تحويل الإدارات الذاتية إلى دستورية، وضع خطة دفاعية للدفاع عن عموم سوريا في وجه التهديدات التركية وغير التركية أيضا، هناك احتلالات وليس احتلال واحد فقط، وضع خطة أيضا لكيفية تقاسم الموارد الطبيعية التي يعني منها النفط الآن في المنطقة الشمالية الشرقية، هناك 85% من النفط، السدود الاستراتيجية وغير ذلك. المنطقة التي كانت توصف من قبل وسائل الإعلام السورية قبل سنوات طويلة بأم الاقتصاد السوري كانت تعاني أشد أنواع الفقر التي دفعت مئات الآلاف للهجرة إلى العاصمة دمشق. يمكن أن تكون خارطة الحل الجديدة فيه خير لكل السوريين، حتى الذين يعادون الإدارة، حتى الذين يعادون النظام. إذا كانت بضمانة روسية في ظل المواقف الجديدة العالمية، الموقف الأمريكي القديم الجديد، الموقف الفرنسي الذي يتجدد بالتعهد بالدفاع عن المنطقة، إذا جاء الموقف الروسي مكملا لهذه المواقف الداعمة للمفاوضات التي ربما تفضي إلى حل جذري لعموم المسألة الكردية والقضية الكردية والمسألة في شمال شرق سوريا، الحل يمكن أن يكون أيضا البوابة التي يمكن الخروج منها باتجاه إيجاد تسوية للحالة، إيجاد تسوية مستدامة لمجمل الوضع في سوريا، ويكون هذا العام عام وضع نهاية للتراجيديا التي يعيشها ملايين السوريين سواء النازحين أو المهجرين في البلدان المجاورة. نعم، هناك أقاويل كثيرة تثار مؤخرا أستاذ نواف بعد الحديث عن الانسحاب الأمريكي، بعد الحديث عن التهديدات التركية لشمال وشمال شرق سوريا، منها إمكانية أن تقوم الإدارة بتسليم كافة المناطق التي تحت حمايتها للنظام، كيف تردون على ذلك؟ طبعا يعني هناك سيناريوهات كثيرة، وهناك قصف إعلامي يومي بين قوسين، هناك قصف يومي من وسائل الإعلام العربية والقريبة من المعارضة
قريبة من تركيا، وحتى التي لا تتوافق مع تركيا. اللافت أن بعض وسائل الإعلام الموجودة في يعني دول الخليج كوسائل الإعلام السعودية والإماراتية أحيانا لا تلاقي فرق كبير بين تغطيتها وتغطية وسائل الإعلام القطرية التي تسير بالتناغم والتكامل مع وسائل الإعلام التركية. كيف يمكن أن تكون يعني ما يقال في وسائل الإعلام شيء والواقع شيء آخر؟ يعني وسائل الإعلام حاولت أن تقدم الكردي بصفته تائها، بصفته مغفلا، بصفته غير قادر على القيام، غير قادر على استشراف آفاق المستقبل، لكن التجربة العملية أظهرت أن ذلك ليس موجودا على الإطلاق. لولا القدرة على استشراف آفاق المستقبل من قبل الكرد وحلفائهم في قوات سوريا الديمقراطية ومسد لما جنبوا المنطقة الأهوال التي حاقت بالمناطق الأخرى والتي نحن شهود عيان عليها من خلال وسائل الإعلام. كيف يمكن الإدارة أن تسلم؟ إذن لماذا التفاوض؟ يعني ما معنى التفاوض إذا كانت الإدارة؟ طيب أستاذ نواف، أستاذ نواف، في الحقيقة داهمنا الوقت، ولكن كي نختتم هذا المحور هناك سؤال يسأل بكثرة مؤخرا، يعني بعد الحديث عن إمكانية الانسحاب الأمريكي، ماذا تبقى من أوراق قوة، أو ماذا يوجد في الأساس من أوراق قوة لدى الإدارة الذاتية في تفاوضها مع دمشق؟ في روح وجوهر مشروع الإدارة منذ التأسيس الذي بدأ، يعني في بدأ تأسيس القوات، كان الشعار المعروف والمرفوع: إذا امتلكنا كل قوات العالم لن نهاجم أحدا، وإذا هاجمنا العالم كله سندافع عن أنفسنا. ذلك لم يكن ترفا، إنما كان روح العقيدة القتالية التي كان يتم تقديمها للمقاتلين والمقاتلات، هؤلاء الذين حققوا النصر على المجموعات الإرهابية من داعش وأحرار الشام وأحفاد الرسول الذين دخلوا إلى سريكانية. طيلة عامين كانت الإمكانيات بسيطة جدا والتجربة شبه معدومة، وإن كان هناك مقاتلين من روجافا كانوا قد قاتلوا في جبال كردستان، لكن التجربة العسكرية أيضا كانت مختلفة. ما الذي يملكه بالتأكيد ليس مسألة الانسحاب الأمريكي توقفت كما نعلم جميعا، والآن جون بولتون يقولها بصراحة: لن يكون هناك انسحاب إلا إذا كان هناك ضمانة لعدم مهاجمة تركيا للكرد. المسألة ظهرت بطريقة عكسية، المسألة ظهرت بطريقة تختلف بشكل كلي عما قدمته وسائل الإعلام العربية. انظر إلى ردود الفعل، متى استقال مسؤول أمريكي أو غربي في سبيل قضية تخص منطقة الشرق الأوسط؟ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس استقال من وظيفته، وفي الرسالة الوداعية طلب أن يكون الجيش الأمريكي إلى جانب الحلفاء. بريت ماكورك أيضا استقال، وهناك مسؤولين آخرين في البنتاغون استقالوا. لينزي جراهام وغيره من المسؤولين سواء في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري تحركوا بشكل واسع. غير ذلك، يعني وسائل الإعلام التي غطت قرار الانسحاب الذي وصف بالسريع، يعني وسائل الإعلام المقربة من الرئيس الأمريكي ترامب والتي تقف على الناحية الأخرى أيضا، كلها كانت تتفق على أن ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية، أن ما قام به الكرد يستحق الوقوف أمامه بقوة، وهو السبب الذي جعل حتى قصر الليزي يفتح أبوابه مجددا ويدفع الرئيس ماكرون للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المشهد على الساحة الغربية مختلف تماما على الساحة العربية والوسائل الإعلامية. هناك مراكز كثيرة تدافع عن هذا القرار، عن هذه المنطقة بوصفها النموذج الذي يمكن أن يحتذى به، وهذا ما جاء مرة في مركز كارنيجي للسلام، مركز الدراسات الاستراتيجية وغير ذلك من الأمور. يملكون أيضا التحرك في عدة اتجاهات. الآن بعد التغيير الاستراتيجي، في بعد تغيير القرار الأمريكي وردود الفعل الواسعة المتضامنة مع هذه التجربة، هذه يمكن أن تكون أيضا قوة إضافية في مواجهة من يعتقد من النظام. أنا لا أقول النظام بأسره أو الحكومة السورية بأسره، من يعتقد من النظام، من يعتقد من الروس أن هذه المنطقة وقواها السياسية والعسكرية باتوا بدون ظهر أو ظهير. تمام. إضافة إلى ذلك هناك عشرات آلاف المقاتلين الذين اختبروا تجارب كثيرة، وطبعا أنا لست من الذين يتمنون حصول الحروب وأكره الحروب بدون حدود، حتى الحروب التي يعني إذا كان فيلم حربي، لكن
هناك عشرات الآلاف من المقاتلين، ما يقارب 70,000 من الكرد والعرب الذين ينضوون تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، والحاضنة الاجتماعية العظيمة التي كانت دوما تقف إلى جانب هذه القوات التي حققت الانتصارات التي جعلت العالم تقف احتراما لقوات سوريا الديمقراطية، العالم بأسره، أنا أقصد العالم الغربي. تمام أستاذ نواف. العالم الشرقي أيضا. نعم. حجم وعظمة التضحيات التي. أستاذ نواف. في الحقيقة أعطيتنا أكثر من ورقة، ولكن لم أعد أعرف أركز على أي ورقة من الذي تفضلت بالحديث عنه، ولكن بثلاثين ثانية، هل ما تفضلت به كافي للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين بين الإدارة ودمشق قريبا برأيكم؟ أنا متأكد أن الإرادة موجودة بقوة لدى الإدارة الذاتية والإدارة في شمال سوريا، مدعومة بقوات سوريا الديمقراطية. هنا أعتقد الفيصل سيكون الدور الروسي الذي يجب أن يكون ضامنا حقيقيا، هذا سيجعل في التفاوض والوصول إلى حل ما فيه خير للمنطقة وما فيه خير للحكومة السورية وما فيه خير لعموم السوريين، حتى الذين يقفون حتى هذه اللحظة بالضد من التجربة وبالضد من الإدارة الذاتية وبالضد من القسد. نعم أستاذ نواف، اسمح لي والسادة المشاهدين أن نذهب إلى فاصل قصير ومستمرين في ملفات حديث اليوم.